Arrête de dire merci. Baraka ma tقول merci. Merci كلشي كيقولها. حاول تبدل شي شوية. اليوم غنعطيك تعابير أفضل بكثير من merci. غتستعملهم وغيبان المستوى ديالك طالع. ف بعدها واحد الخبر الناس اللي في فرنسا باش يدفعوا لا ناسيوناليتي خاصهم ضروري B2 من العام الجاي إن شاء الله. لهذا واستغل الفرصة قبل ما يدخل العام الجاي هاد الشهور استغلها في التعلم الفرنسية. دابا عندكم غير B1 العام الجاي غيكون B2 راه غتصعب الامور. اللي في فرنسا وباغي يدفع الجنسية ضروري خاصو يتعلم. هذه فرصة فين تتعلم لحقاش العام الجاي B2 صعب شوية على B1. فانا لذلك فتح لكم الفرصة بس تسجل معي في الواتساب وتكتب لي بغيت نشارك في العرض ورقم الهاتف ضروري في اول رسالة رقم الواتساب صفتها لي هنايا في الجيميل. ها هو الجيميل ديالي hamzalmuallim@gmail.com. حمزة المعلم كتكتب ملاصقة بحروف صغار @gmail.com. كتب لي رسالة في البريد رسالة فيها رقم الهاتف ديالك ومن تحت منها بغيت نشارك في العرض. وغتتعلم التواصل باللغة الفرنسية في 3 شهور وغتمشي دوز الامتحان وغتجهز الامتحان. وحتى الناس اللي عايشين في المغرب يعني هذا العرض لكل شيء اللي بغى يتسجل معي في 3 شهور ابيل فيديو بوحدك في الحصة ما معك حتى شي واحد غنعلمك لا كومينيكاسيون. في 3 شهور كتبقى على مسؤوليتي التعلم ديالك. غير هو ارسل لي دابا 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 وقف الفيديو وارسل ليا hamzalmuallim@gmail.com. غنقرا الميساج اللي فيه رقم الهاتف انفو نشوف رقم الهاتف غنجاوب على الميساج في الرساله الاولى. اوكي دونك اوكي اليوم غادي نحاول نعطيكم دي زيكسبرسيون افضل بكثير من ميرسي. اول اكسبرسيون اللي هي ميرسي انفينيمون. هادي زوينه بزاف. هادي افضل من ميرسي وصافي ميرسي وصافي. ميرسي انفينيمون واعره يعني شكرا بلا حدود. ميرسي انفينيمون. اوكي الجمله الثانيه نقدر نقولو باغ اكزومبل ميرسي دو فون دو كور. شكرا من اعماق القلب. هذه واعره. ميرسي دو فون دو كور شكرا من اعماق القلب. هذه الثانيه نقدر نقول ميل ميرسي. ميل ميرسي يعني الف شكر كنقولها بالدارجه المغربيه او بالعربيه الفصحى. ليكسبرسيون الثالثه اللي هي سي تري جونتي دو فوتغ بار يعني هذا لطف كبير منك. سي تري جونتي دو فوتغ بار هذا لطف منك. سي تري جونتي دو فوتغ بار. شي واحد قال لي او تبارك الله عليك انت انسان زوين وطموح وميرسي سي تري جونتي دو فوتغ بار. ولا نقولو غير هكا سي تري جونتي دو فوتغ بار. فوالا دونك نقدر نقول ايضا فوتغ ايد اي تينيستيمابل. شي واحد اللي عاوني وغنقولو شكرا نقولو فوتغ ايد اي تينيستيمابل يعني المساعدة ديالك لا تقدر بثمن. نقدر نقول ايضا افيك بليزيغ. شي واحد اللي عاوني وقال لي شكرا بزاف الله يحفظك افيك بليزيغ. هادي كتعرفوها هادي سهلة افيك بليزيغ. نقدر نقول ايضا سي تري زيمابل افو يعني هذا لطف منكم يعني هذا لطف منك ولا هذا يعني هادشي زوين من عندك. سي تري زيمابل افو. اوكي دونك نختمها بالجملة الأخيرة كتعجبني هادي جو نو سي كومون فو رميرسيي ما عرفتش كيفاش نشكرك. فوالا دونك دي زيكسبرسيون افضل بكثير انك تقول غير ميرسي وصافي. يعني زيد حاول حاول انك تغني الرصيد المعرفي ديالك بهاد الجمل هادو قيدهم وفوالا استعملهم في حياتك اليوميه. وما تنساش تصيفط ليا في الجيميل راه غتضيع فرصه كبيره بالنسبه ليك لانه الطريقه بسيطه بزاف وكنسرع الوتيره ديال التعلم ديالك في 3 شهور. يعني 3 شهور ما غادي تزيد ولا نهار واحد. وابل فيديو وحدك في الحصه كنخدم معاك لا كومينيكاسيون كتشوفني كنشرح مباشره كانك حاضر معي في قسم وحدك. غير سل لي رقم الواتساب ضروري رقم الواتساب ديالك والبلد هنايا في جيميل. الجيميل ديالي بريد الالكتروني ديالي هو هذا hamzalmuallim@gmail.com hamzalmuallim@gmail.com. هاو في ديسكريبسيون صندوق الوصف كتبوا بشكل صحيح hamzalmuallim@gmail.com. تحياتي لكم. Qu'est-ce que c'est pour ça?